عمان اسم عريق ومهم وفصل كبير في سفر مجاهل التاريخ. كيان أرض وإنسان وعناصر دولة موغلة في القدم، تشكلت مجتمعاتها الصغيرة منذ الألف السادسة قبل الميلاد، من قبل أن تبدأ البشرية التدوين بالحبر والورق، ولكنهم دونوها لنا بالخطوط المسمارية ولغة جدران الكهوف وهندسة القبور وأدواتهم التي استخدموها في حياتهم اليومية عبر العصور الحجرية والحديدية وغيرها. حضارة تفاعلت مع ما حولها وما هو بعيد عنها من كيانات، مجان ومزون، دلالات مهمة على العراقة والثراء، حتى تجذر اسم عمان على لسان وتدوينات الرحالة والجغرافيين، وظلت أشرعتها وركابها تجوب الصحاري والوهاد وتمخر عباب الماء في أعالي البحار. موانئ الشرق والغرب عرفت عمان وشغلها هذا الاسم، وشهادات من مروا بها تقول: عندما تذكر الحضارات السومرية والأشورية والأكادية والبابلية والصينية والفرعونية وغيرها، تذكر عمان.